مع هاد الصيف وهاد الحراره البنات ما كاين ما احسن من هاد الماسك هذا. كينقل وجه، كيحيد لي بوان نوار اي بلونش كما كتشوفوا، كيحيد لنا الهالات السوداء وكينقي البشره مزيان مزيان مزيان. انا غادي نجربه معكم وتشوفوا النتيجه في وجهي، راه واعره البنات، طوب ديال طوب، وغادي تشكروني عليه بزاف بزاف. وصلوا الفيديو لبزاف ديال لي لايك، نبداو على بركه الله. السلام عليكم خواتاتي وكبيدات ديالي، كي دايرين؟ واش لاباس عليكم؟ هاني عندكم، كنتمنى تكونوا دوزتوا عيدكم بخير وعلى خير، درتوا الحناني كي دوزتوا العيد، وكيفاش جا العيد ديالكم وصدق مزيان؟ كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يطيح لكم فيه البركه ويقبل لنا العمل ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على الماسك الذهبي. بيان سور دابا في الصيف راه كنقولها لكم، قلتها لكم في دي فيديو نيت في البدايه ديال الصيف، خصكم تكثروا من لي ماسك باش تحميوا البشره ديالكم، باش تنيطويوها يعني تنقيوها، باش يعني تحميوها من الشمس ومن هذاك، راه الجو سخون تبارك الله وصل انبي، سورتو دابا راه قريب السمعين، راه بزاف خاصكم تبقاو تردوا البال مع البشره ديالكم باش ما تسمرش، وباش ما يتكونش لكم فيها الكلف، وباش ما يتكونش لكم فيها هذاك الحب اللي تيطرطق بالعرق، وباش ما يعني البشره تمشي ضربه تلافه. كما شفتوا معايا في بدايه الفيديو، انا براسي راه دابا في الصيف كيحكروني لي بوان نوار اي بلونش، كيكثروا عندي وسيرتو لي بلونش هنا، انتم شوفوا ما عرفتش واش كيبانوا. وقيلا بانوا ليكم. وعاوتاني كاينين هنايا كحلين بزاف كيمرضوني، ودابا في الصيف راه ضروري 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 ما نبقاو نديرو لي ماسك. كنت شاركت معكم واحد الماسك اسود مزيان حتى هو، بزاف 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 ديال البنات اللي قالوا لي ما لقيناهش، ولكن هاد الماسك اللي غنوريكم دابا ساهل، ما غاديش تحتاجوا تشريو الجيلاتين، ما غاديش تحتاجوا تصاوبوا شي حاجه، غادي تشريوه جاهز. وهذا ماشي اشهار لهاد لا مارك، هادي ما كنعرفهاش انا كشركه، كنعرف انا المنتوج ياك، ولكن جربته وغادي نقول الراي ديالي فيه، وغادي نجربو امامكم باش نتوما تستافدوا وتعرفوا الثمن ديالو وتعرفوا يعني فين كيتباع وبزاف ديال الحوايج ولاش كيصلح. كلشي هادشي راه غادي نقوله لكم في هاد لا فيديو هذا، والبنات اللي كاينين في دول اخرى من غير المغرب ما غاديش تلقاو فيه مشكل، لانه كما قلت موجود يعني في اي بلاد راه موجود بزاف بزاف بزاف، يعني انا مجربه، انا بنت اختي خواتاتي كلهم راه كيديروا هذا، ملي كيوليو فيهم لي بوان، ملي كيوليو عندك الهالات، ملي كتولي البشره ديالك ما مضوياش، يعني تتولي البشره ديالك بحال لا تتكحل تطلع هالكحوليه ديال الشمس وداكشي، راه كينقي يعني فيه بزاف، كيدير بزاف ديال الادوار، كينقي كيبيض كيحيد هاد كما قلت النقط ولا هادو لي بوان نوار اي بلونش اللي كيكونوا هنا وهنا، كيحيد الهالات، دونك مزيان. انا الراي ديالي تنقولوا لكم دابا بلا ما نطول عليكم، مخير ومزيان، وغادي نجربوه دابا مع بعضياتنا يعني بالتفصيل، غادي نديرو امامكم ونحيدو امامكم، وانتم ردوا البال راني كنصور معكم دائما بدون فلتر، وباش تفهموا راه ما كاينش فلتر بالنسبه ليوتيوب فيديوهات طوال، راني انا ما عمري ما صورت بالفلتر. الناس كيقولوا لي البشره ديالك بيضه بزاف واش دايره الفلتر، ما دايراش الفلتر، ولكن اعتني بالبشره ديالك، راه البيضه تتعتني والسمره وكما بغيتي تكوني، راه ضروري من العنايه بالبشره بالشعر بك كامله كأنت باش كتحافظي عليها، ما حافظتيش راه غادي تولي صفر. كتفهموني شنو تنقول؟ ردوا البال مع الجمال ديالكم تتديوه معكم ان شاء الله للقبر، فهمتوا؟ يعني ماشي نقول انا شرفت، انا عندي 50 عام، انا عندي 60 عام، ما بقيتش ندير وصفات، لا، الوصفات نديرهم ونرد البال مع راسي شنو خصني، شنو هذه يدي تحرقوا، رجلي تحرقوا، لا شعري ما بقاش كيطوال، لا هذه، داك الشيء ضروري 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 يا البنات، هذا الشيء ابار الوصفه. قبل لا نبداو في نطبقوا الماسك ديالنا ونبداو في الوصفه ديالنا، ما تنساوش انكم تابوناو عندي في لاشين اللي اول مره كيشوفني، وما تنساوش تكثروا لي جيم بزاف 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 بزاف، بغيت وبارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم طبعا. بالنسبه لهذا الماسك البنات، ها هو شفتوه، كنتمنى انكم تكون واضحه لكم الصوره، ها هو البنات شفتوه، سكرينيو وخذوه، ها هو البنات لومبالاج ديالو تيكون على هذا الشكل هذا، غادي نقول لكم الثمن ديالو وكلشي، وغادي نوريكم كيفاش داير من الداخل مزيان، كيحيد الشعر، وهذه حاجه اللي ما قلتهاش في الاول، كيحيد الشعر 100%، كيكون هكا كنحيدوا ليه هذه ديال البلاستيك، يعني فيه شي ثلاثه ديال الغطيان باش ما يبش، طبيعه الحال اي حاجه فيها الجيلاتين اش تيوقع الا داز ليها البرد
تجمد وخاصنا ضروري ما نردوها عاوتاني الميكرووند او البان ماغي او لا. غادي نجيبوا واحد البانسو وغادي نحاولوا ما امكن اننا نميلونجيو هذا الشيء هذا مزيان، ماشي غير نجي نحل البواطا ونبدا نخدم بها، لا حركي حركي باش داك الشيء يكون يعني مندمج ويكون بحال الفوق بحال التحت. بحال هكا بنات غادي ديروا صافي. غادي نبداو في التطبيق ديالو البنات بحال هكا. هانتوما شوفوا غادي ديروا وجهكم كامل، ممكن انك ديري رجليك، ممكن انك ديري اي بلاصه عندك فيها الزغبه، راه كيحيد الزغب. ما تقيسيش حجبانك، ما تقيسيش البلايص اللي يعني خلفات الشعر او لا. دابا انا دايره الفولاره وكنطبق معكم فيه، هانتوما ديك الساعه غادي تكونوا مرتاحين. ندير الجبهه ديالي او الجبين ديالي كامل، ركزوا على هاد البلايص هادو مزيان. الريحه ديالو البنات على فكره راها زوينه، يعني ما غاديش تخافي منه يعني من شي حاجه. هاد الجلده ديال العين تحت العين راها حساسه بزاف، كتكون رقيقه بزاف. ردوا معها البال، شوفوا البنات راه خاطر بزاف. هانتوما حاولوا ما امكن انكم تجمعوا البانسو هكا باش ما يعمركمش. صافي وتبعوها بحال هكا حتى تكملوا الوجه كامل اللي عندها هاد الزغب رقيق هنا في المسطح. دوز بالنسبه لي انا ما عنديش هذا المشكل ديال الزغب، عندي المشكل ديال سميتو ديال لي بون وديال الشمس كتشد فيا. صافي غادي نكملو، كملوا وجهي ونرجع معكم. هانتوما بنات انا رجعت معكم بعد ما كملت وجهي. شوفوا انا وليت خدمت بيدي باش كان فيني بها البلايص، مثلا هنا 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 مزيان، يعني يدك تتبرد لك القلب على البانسو. بالنسبه ودرت حتى يدي، شوفوا درتها من هنا هانتوما كامله دوزتها. ما تحتاجوش هذا الماسك هذا انكم ديروا منه طبقتين، فقط طبقه وحده البنات راه كافيه، وغادي تخليه واحد المده غير محدده ما يمكنليش نحددها لكم. بالنسبه للناس اللي عندهم دابا الجو سخون راه كتنشف بالزربه يعني في 20 دقيقه هكاك، بالنسبه للناس اللي كان عندهم الجو يعني بارد راه كتاخذ الوقت شويه. على العموم نقيس بيدي بحال هكا وتبان لي راه يبسات تماما ولا بحال شي قشره. ما تهضروش لان وجهكم غادي يخلي لكم تكماش فيه، الا بقيتو كتهضروا غادي تسبب لكم داكشي في تجاعيد. دونك ملي ديروه ترخاو وخليوه يعني ياخذ وقته في النشوفيه، ما تزربوش عليه باش يتهز لكم طبقه وحده، يحيد لكم الزغب الرقيق ويحيد لي بوان نوار اي بلونش وينقي لكم الوجه مزيان. الا نشف، الا ما نشفش غادي توسخي راسك وما غاديش يحيد لك الزغب مزيان وما غاديش يحيد لك لي بوان مزيان. راه هكا كيتقلعوا من جدرهم غادي تشوفيهم في الماسك بيضين او لا كحلين، فهمتي؟ يعني غير بشويه عليكم ما تحيدوهش بالزربه، عمو شويه ونرجع معكم. انا رجعت معكم بنات بعد ما نشف. انتم شوفوا علاش كنقول لكم ملي ديروا الماسك ما تهضروش، شكي كيخلي لك التكماش. شوف شتو هكا كتعرفيه صافي نشف مليار في المية. اذا لبي تحيديه حيديه، راه ما تخافي من والو، يعني راه غادي يحيد لك الزغب الرقيق وغادي يحيد لك لي بوين. شتو هالبنات دابا انشف، من بعد غادي تبداي تحيدي فيه. غادي نوريكم دابا الطريقه. انتم بنات غادي نبداو نقلعوه من هنا، غنحاولوا نجبدوا هاد الجوانب هما الاولى فهمتوا باش نسهلوا علينا الماموريه. شوفوا هنا راه بدا تيتقلع هو بوحدو اصلا لانه نشف مزيان. هنا اللي مازال شويه بحال فيه طبقه غليظه، معليش حركوا كاع هاد الجناب هادو حيدوهم. وراه كيضر شويه ولكن ماشي بزاف. ها انتم شوفوا كنعتذر على الازعاج، راه دابا العيد ومجموعين العائله بيناتهم وداكشي، هذاك الشيء علاش كاين شويه الصوت الدار عامره. ها انتم البنات فن واعر 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 بكل ما تحمل الكلمه من معنى. شتي شوفوا كيفاش كيخلي البلاصه البنات. انا نهز لكم باش تشوفوا مزيان البشره كيفاش ولات. شوف ما تحتاجيش كاع تغسليها اولا تنيطويها بعد. انتم بنات انا مشيت معاه غير بشويه، ركزوا على هذه البلاصه هذه بين الحواجب عاوتاني ما تقلعوهش
بهكا خصكم تقلعوه ضد الزغبه. مثلا الزغبه نازله عندك هكا، قلعي انت العكس ديالها، طالعه هكا خاصك تقلعي بهكا. انت غادي تعرفي ديك الساعه الزغب ديالك فين الاتجاه ديالو. كنحس بهاد الزغب اللي كاين هنا رقيق، كيتقلع من الجدر. واو 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 البنات، شي حاجه طوب والله. دابا واخا نوريكم انا هنايا مع الشعه ديال الضو هذا، ما غاديش يبان لكم. شوفوا البلاصه اللي في النيف ديالي وديال هنا شحال تجبد منها. وردوا البال بان من بعد ما تحيدي الماسك ما تحتاجيش كاع انك تغسلي ولا تنيطويي، لان يعني غادي يخلي لك شي وساخ او غادي يخلي لك البلاصه ما بيضاش مزيان. انتما شوفوا كيفاش دايره البشره، كيفاش كيخليها ممتازه. ردوا البال كيفاش كانوا جايين في الاول كاع عامر بلي بوان، ودابا راه مزيان وكيصفي كينقي. كما قلت راه مصوره معكم ماشي بفلتر ماشي بشي حاجه، يعني عاديه، كاميرا عاديه جدا، وبدون فوندو تا بدون ماكياج. يعني مزيان لابعد درجه. كنتمنى ان الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا خديتوا منه يعني معلومات اللي تفيدكم. بالنسبه للثمن ديالو راه هو كيتراوح ما بين 30 حتى ل 50 درهم، وموجود في جميع المدن وفي جميع الاسواق، يعني عند البارافارماسي او لا عند اللي كيبيعوا المكياج او لا، يعني نتوما غادي تعرفوا منين تاخذوه. وكما قلت الثمن يعني لا غلا كيوصل 50، نزل كيوصل 30 درهم مغربيه. كنتمنى انكم كما قلت مره اخرى تكونوا استفدتوا. شكرا لكم بزاف، كنتمنى المزيد من الدعم وبالتوفيق للجميع. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.